الكل عنا علاش نحبوا الهواري، فما اللي يموت على الحوت السوفاج المشي، فما اللي يلوج على البحورات الفارغة، فما اللي يجي يتفرج في الازولين متاعها، فما اللي يعشق الكوشيت ولا يقدم زمرة. شحالك في الفيو؟ شوفهم فيو الزمرة زمرتي. أما قليل يعرفوا لي الهوارية فيها كنز آخر متخبي، شجرة زيتون خارقة للعادة عمرها أكثر من 2500 سنة. قبل ما نتعرفوا على نديد حنا بعد خلي نحوزوا تباشنا ونفهموا رواحنا وانتخطان بتبيع حط جيم وسابوني خطر سيور باش تعجبك الحلقة. المرة هذه قررنا باش نسكنوا في الجيد دو بيشور في حومة الشرف بعد الزيتونة جستمان. نسيف عمناول خذيتو إكيبة جون وموتيفي تبتعود تحييه وتعطيه روح جديدة. أما أكثر واحدة موتيفي في الإكيبة الكل ستيلا اللي في سامة وليت الماسكوت متاع الجيد. خلي نتابعها تعملنا فيزيت دي ليو تيرام تاع تنس أولي براكسي دي في تي تي للكبار وصغار تيراس الاتاج للفطورات والباربيكيو بسان وبيسين كي تبدا سيزون حيوانات برشا حيوانات. خضره وغله اون بيرماكولتور هي سربنينا دوا وفيه زاد ريستوران وريسبسيون محلوله نهار كامل نجم تريزيرفيو فيها دي زكتيفيتي. دايور خلينا نبداو نسخنوا شويه قبل ما نطلعوا على الزيتونه. تنس كيفاش؟ On a des raquettes, on a des balles de tennis ici, sinon les gens qui jouent raquettes ou les mistakes, ils jouent dans la table. Non, mais tennis. Oui. C'est un débutant. Federer. L'abbeh, bel. Belhak. C'est ça. Federer. Voilà, Federer. Tchalf, ok. اسمع لعبت راه مرة في حياتي بالحق واحدة شنو نلعب تسيسني اون بليس عندي المولي نتاعي فيه كورباتور عرفت اللي يجي يبدا يتشكى قبل ما يبدا الماتش شوف الكاريه هذا من اللون باش تعمل اول كورة تنس في حياتي اللي يقولوا لنين حشموني على روحي اما من بعد درجين لعب خرجت الفيدرير اللي فيا كودغوا ريفيرز ماتش الكوتش ما فهم حتى شيء حاسيلو وهذا الكل بفضل تراح البيتش نتاع السيف بيان سور هاك بروف تني واول كور في حياتي طلعت في دير وما في باليش وضيعت طفولتي في الشوارع نكاورها لو كان السور في الكوره ريت غوفير باهي سافا انت بعد والله عندك مستقبل كبير بالحق ورايا كارك شاركت قبل في سي مشيت كارك من الصغر مشيت نجم تاع قايد وكل ما فاتك شيء ما فاتني شيء ما فاتك شيء تشاو ميرسي T'as la direction fine, Aïssam ? On ira vers l'Olivier. L'Olivier millénaire. Exactement. Où tu te confirmes, il y a un moment où tu as envoyé des articles. Avec l'extrait de naissance. Mais bien sûr. Fnaï et Benzitouna au Gite, c'est la belle VTT. Où d'où m'a pas pris nos séances. Boutbéa, qui m'a fait le mahdr, c'était la Elzama Tahda. Aoul Mara Krita, Zitouna et Déa à l'internet, me conchais à l'Amsadak l'Akkaï. Khatr, Khli l'Abed, il y a un peu de temps, ou presque Hatta Hadma Yahki Aléa. ها هذه الزيتونة مش عملوها تحاليل وخلق بالحق مليونير ولا ضرورت لي مفبركة شوية أما كي تشوف من قريب في زعما تبدل رأيك الترون أباغون بتاعها كبروا أكثر من 6 متر وطولها تقريبا 10 متر وهذا اللي راهو فيه من فوق القاعة كهو يقولوا لي هي مزروعة من بيريود بونيك معناتها خلطت على كارتاج كي كانت قلب الدنيا وبلكش حتى حنا بعل قايل تحت ظلها بطبيعة كل واحد عنده الفيرسيون متاعو والحقيقة ظهر لي حتى حد ما يعرف قداش عمرها بالضبط دونك فما دي سيانتيفيك جي وداتاوها وسور اللي وي وقالوا عمرها 2500 سنة عمرها 2500 سنة ماش داتي بالضبط ما نجموش يخسروها ما نجموش بالطبيعة ما ابوبري 2800 يا اخي اكبر زيتونه في العالم قداش عمرها هذه ما هذه واحده اخرى في البرازيل دايور سي ام برازيليان كي ا ديكوفير لاج نتا زيتونه هذه هاي هذه من عهد فرنسا البلاد محطوطه فرنسا هي اللي شقالك فيها ستيلا
الحاجة اللي سير مهير زيدو العادية ظاهرة كبيرة في العمر كبيرة برشة زيدا ممسي مازلت عندها ما تقول في روح. الشجرة هذه لازمها بروتكسيون عيناية خاصة اللي ما لغزمان ما همش متوفرين حسب ماريتو. نتصور قربها للزاوية سيدي شريف هذاك اللي خلاها شدة روحها حتى التوى بلهوة أهل الزاوية واحترام الناس للبقعة هذيك. تبقى تحس اللي الدولة مقصرة شوية من ناحية الانتروتيان والفيزيبيليتي للكنز هذا اللي نجم يجيب برشة برشة سياح للمنطقة. En attendant, alhamdulillah, c'était la carte de ta salle. Bye bye, Zitouna. كيفاو ليزاكتيفيتي متاعهم اللي ساكنين في جيت يتقابلوا في جنينة فوق الفطول. تلقاو بيفيه محضروا الشيف والباربيكيو شاعل للي شراو الحام ويحبوا يشويوه. جوست من بعد الفطور كان تحبوا تحويسة خفيفة تفرهد وما تعبش برشا تنجمو تعملو طلع على زاوية سيدي عامر اللي فيها نوع من صناعة عربي سبيسيال شوية. الزاوية هذه موجودة في الجبل العبيد يجيو يزوروا فيها قبر سيدي عامر ومرتو ويشوفوا لي زوليفي سنتنير اللي موجودين بكثرة بحديها. شوف لو جيغانتيزم دي زوليفي سي ريماركابل معناتها لا تاي دي زوليفي اي بوتيتر سي باسكو ديجا سي ابريتي دو فون دومينون اللي هو لو نور ويست او بيان زيد لا بوزيسيون ا كوتي دو مارابو سي لو كوتي ساكري اي دونك اللي يخلي العباد يتلهاو بالزون هذيا ما يهمشوش غير مع الزون هذيا. سورتو يجيو لي بامور اللي يداويو فيه برشا امراض ميم سي ما عادش يستعملو فيه كيما قبل. اون فيت البانو هذا يعبيوه بالحجر السخون وفوق الحجر يلمو كوش كبيره متاع كليل وزعتر من غابه والمريض يتمد فوق الكوش السخونه ويغطيوها بزربيه كليم مده ساعه تقريبا. Et donc, ça peut guérir, il roule, ça guérit des problèmes respiratoires et des problèmes articulaires. Où je vais abandonner, je vais le faire. Je vais le faire, apparemment, la dernière fois, ça date de longtemps. بالطبيعة ما نجموش نروحوا من الهوارية من غير نطلعوا على الزاوليان والبحر وسيرتو نتفرجوا في الكوشات سلام. في آخر النهار عيسام يهز سكان الجيت الكل فوق جبل الهوارية دقع فيها فيو 360 على الكابون وترى فيها زمبرة تقول بحذاك ماجيك. حتى انت تحب تعيش نفس الحكاية وتربح سيجور في الجيت تبع الكونكور على الانستغرام رديسي. ممكن تعرفوا كنوز ولا أسرار أخرى متخبية في تونس ما تنسيوش باش تخليو كومنتير باش تحكيونا عليهم. نتقابلوا مرة جاية في صرحة أخرى تعمل 66 كيف.